يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 يوليو تموز المقبل. وسيلتقي بايدن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان لبحث أوجه التعاون ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأمريكي قمة مشتركة دعا إليها العاهل السعودي قادة دول مجلس التعاون الخليج وملك الأردن ورئيسي مصر والعراق. أدخل أكثر من 130 شخصاً إلى المستشفى في إيران لمعاناتهم من مشاكل في التنفس من جراء تسرب غاز النيتروجين من مصنع لإنتاج كربونات الصوديوم في مدينة فيروزاباد بمحافظة فارس. وفيما غادر معظم المصابين المستشفى فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة الأسباب. أعلنت روسيا فتح ممر إنساني في مصنع أزوت في سيفارودونتسك اعتباراً من الغد، ولم تتمكن القوات الروسية من عزل مدينة سيفارودونتسك المحور الرئيسي للقتال في شرق أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة عن بقية البلاد، على الرغم من سيطرتها على حوالي 80% من المدينة وتدمير الجسور الثلاثة المؤدية إليها. وفي وقت لاحق خفضت روسيا شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 40% من الكمية المصدرة يومياً. حذرت المسؤولة في برنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان من أن الأمم المتحدة تحتاج بشكل طارئ إلى 426 مليون دولار أمريكي لتجنب مجاعة تطال قسماً كبيراً من شعب هذا البلد. أما عن أعمال العنف الأخيرة في دارفور غرب السودان فقد ارتفعت الحصيلة إلى أكثر من 125 قتيلاً و50 ألف نازح وفق بيان صادر عن الأمم المتحدة. هذا كان كل شيء. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بجسور. إلى اللقاء.